It would be a tough game for طبعا انا Mali, اتوقع ان هي تكون especially مباراه there in صعبه Simba, كذلك بالنسبه للاهلي because وخاصه للسيمبا Simba is a good team لان سيمبا فريق and كويس، I know ولكن both coaches انا عارف and there المدربين are two good الاثنين coaches, للفريقين Pizzo وهم Motsuani الاثنين كويسين، has ولكن بيتسو more موسيماني experience لديه than خبره the coach اطول of اكبر من Simba, مدرب again فريق because he سيمبا. won more برضو titles اعيد لان هو كمان and كسب I جوائز think كتير، better players of واقول ان اللاعبين Mali are بتوع also الاهلي more كذلك عندهم experienced. خبره اطول facing some في difficult مقابلة situation بعض like they will المواقف face there الصعبة in مثلما Tanzania. سوف يقابلونه في تنزانيا. طيب هل تتوقع ان يؤثر الحضور الجماهيري الكبير المرتقب طبعا لفريق سيمبا التنزاني في ملعب المباراة بحضور تقريبا يعني بنتكلم في 30 ألف متفرج على المباراة بشكل عام على نتيجة اللقاء قدام النادي الأهلي؟ For me, the بالنسبة لي players are لا، already لأن أنا عارف used كويس to that الأهلي وعارف crowd إن الأهلي متعود when على they أجواء are playing the CAF فيها before. لعبوا They used مثلا to زي play مباريات in front الكاف، of لعبوا full أمام stadium مستادات impact. كاملة If ومدججة Tanzania told you بالمشاهدين. that it would لو be only التنزانيين half قالوا of the لكم stadium, إن I'm هيكون not sure عندنا they will بس respect that. نص الاستاد I'm sure it الاستاد، would be أنا more بقول لك than لا that. اتوقعوا Your أكتر من ده. capacity, أنا the عارف إن stadium is الاستاد في 60,000. حدود ممكن يشيل All the games 60 in ألف Tanzania متفرج، already وكل last year المباريات when في I was تنزانيا there حين كنت so many هناك months ago مؤخرا يعني منذ عدة شهور were playing in كانوا front بيلعبوا of Freepark Stadium. قدام استاد مليان I don't بالكامل. think أنا ما first of بيتهيأليش all that مبدئيا 30,000 إن هيكون people, فقط but 30,000 I don't think for متفرج، sure it ولكن will برضو لا affect أتوقع إن the يكون players مهما who كان are العدد used يكون to ده that له and أثر also على the لعب coach الأهلي، لأن and الأهلي متعود على ده technical staff والمدرب to والفريق do that. الفني اللي معاه متعودين على الكلام ده. شفت ازاي تصريحات يمكن اداره نادي سيمبا التنزاني ويمكن المتحدث الاعلامي قالها ان هم بيشبهوا المباراه هناك وخصوصا الجماهير بانها حرب، مباراه سيمبا التنزاني والاهلي. It's a lot of politics, هنا طبعا في العديد من you know, السياسة في الكلام، اسمحي لي، لأن هم بيحبوا طبعا إن هم يحفزوا أو يأثروا نفسيا على الفريق المقابل، ولكن يعني بين قوسين يعني أنا ما بحبش أستخدم عامة الكلمات دي ولا أفضل استخدامها في العموم، لأن لما بنتكلم عن حروب إحنا بنتكلم عن موت، وأنا لا أحب فكرة الموت وأنا لا أحب مثل هذا التصريح. ولكن اللي اتصوره ان دي مجرد صوره يحاول ان يقول بها ان سيمبا هيقدم كل ما عنده خاصه لمشاهدينه ولما تمثله هذه المباراه من اهميه بعدما كسبوا مباراتهم في الكونغو للفريق الفيتا كلاب الذي كنت ادربه في السابق في عام 2010. طبعا بالنسبه لهم المباراه دي هم عايزين يحصلوا على 6 نقاط كاملين، وبالنسبه لبيتسو انا عارف هو قادر ان هو يشجع لاعبينه ويحلل نقاط الضعف والقوة اللي في السيمبا، وهو يعرف السيمبا كويس عن ظهر قلب، ده اللي أقوله لك، وأقول إن لاعبينه مستعدين وعندهم الخبرة، ولكن سيمبا برضو هو فريق كويس ويلاعب كرة كويس. عارفة أنك اشتغلت مع ديدي جامز مدرب سيمبا التنزاني وعارفه كويس، يمكن عايز أسألك على أبرز ما يميزه وشايف إزاي ممكن يبدأ اللقاء، خطة اللعبة ممكن يكون شكلها إيه، توقعاتك؟ أنا مش عارف خطة ديدييه، ولكن اللي احنا شفناه أولا هو بيلعب على أرضه وبالتالي هو مضطر إنه يكسب، ولكن الأهلي هو بطل أفريقيا وبطل دولي، وأنا بقول إن الفريق القوي ده لازم يحترموه. ديدييه جوميز عنده معرفة كويسة وأنا أعرفه هو وبيتسو موسيمانو كويس، ولكني أنا واجهت بيتسو أكتر من مرة لما كنت يعني واجهت بيتسو أكتر من ديدييه لما كنت بلعب في ساوث أفريقيا، لما كنت بواجهه في مباريات أفريقية في جنوب أفريقيا، ولكن المدربين الاثنين كويسين، وزي ما قلت هم يميز بيتسو هنا خبرته، إلا إن أنت تكسبي ماتش في دار السلام ده مش شيء سهل، لأن الأهلي اللي نجح إنه إذا نجح إن شاء الله إنه يكسب سيمبا على ملعبه في دار السلام
ده شيء كويس جدا ولكنه ليس سهل. أنا مش بتمنى لسيمبا شيء وحش، ولكن على مدار الأربع سنوات الماضية لما كنت بدرب فريق يانجا اللي هو يانجا أفريكانز، سيمبا مش متعود إن هو يخسر مبارياته على أرضه، وبالتالي أنا عارف إن المدرب هيعمل كل شيء عشان يكسبه، وأنا عارف إن عنده لاعبين هجوم كويسين جدا، وكذلك بشوف كويس قوي إن بيتسو موسيماني دارسهم كويس ودارس فريق سيمبا، وهيعرف يستغل إن شاء الله نقاط الضعف لفريق سيمبا. فريقه في الكورة عنده بعض القوة، يعني فريق سيمبا في الكورة عندهم بعض نقاط القوة وعندهم بعض نقاط الضعف، وكلنا على ذلك ونتمنى طبعا الفوز الأفضل. إيه هي نقاط الضعف عند فريق سيمبا التنزاني من وجهة نظرك؟ يمكن كنت قلت من بعض نقاط القوة الهجوم القوي اللي عندهم، وبالتالي مش بيخسروا على أرضهم بسهولة. إيه نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها بيتسو موسيماني في المباراة دي؟ Come again? Can you repeat again? Because I didn't hear every word. They want to know. You are talking about the strengths of Simba, yes? No, they want to know the weakness. أنا باللي أعرفه عن سيمبا أقدر أقول لك إن هما طبعاً بيلعبوا بهجوم قوي، ولكن برضو لاعبين جانبين بيحاولوا إن هما يشتركوا في المباراة جامد، وبرضو عندنا في زي معلول زيهم معلول في الأهلي، ولكن الأهلي بمعلول هو أفضل جناح أيسر في أفريقيا. وبالنسبة لنقاط الضعف هي الدفاع، وكذلك يمكن أن نضيف أيضا ربما حارس المرمى، لأن زي ما عندنا في مصر مثلا في تنزانيا برضو معظم الوقت بيبقى حارس المرمى لاعب محلي، في حين ان في تنزانيا ده مش شرط ان يكون من نفس الجنسية، الا ان التنافس بين حارس مرمى سيمبا ويانجا كان دايما طويل، يعني على مدار طويل من السنين، ولكن أخطاؤه كانت كتير. أنا شايف برضو أن مش شغلتي أن أنا أتكلم عن ما هي نقاط ضعف سيمبا حتى لا يظنون أني أخونهم، ولكن اللي عايز أقوله أن صديقي بيتسو يدرس بكل القوة، وقد قام بالتأكيد بدراسة كل نقاط الضعف في سيمبا وإزاي مفاتيحهم وإزاي الاستفادة من هذه النقاط وغيرها، لأن هم أنا عايز أقول بيلعبوا كويس على مستوى الهجوم وعلى مستوى وسط الملعب، برضو عندهم لاعبين كويسين، وطبعا الخطة بتتوقف على مين اللي هيكون في سنتر الملعب. في برضو بعض اللاعبين اللي في الخطوط الأمامية زي بوكو وميدي كاجيري، عندهم يعني عموما فريق كويس على مستوى الهجوم، ولكن هنشوف. انتوا عارفين زي ما قلت كل مباراة ليها روحها وشخصيتها وتاريخها، وبالتالي ان احنا اتكلمنا عن الاهلي او اتكلمنا عن سيمبا وعن ما نعرفه في تاريخهم في الكرة، بنشوف دايما جديد، وقد يكون عامل صغير خالص او فارق صغير خالص هو اللي يحقق الفرق في المباراة. هننتظر ونشوف. طيب انا عايز اسألك بس، بانك بتتكلم على قد ايه صعوبة الفوز على سيمبا التنزاني على ارضه، يعني شايف ان موسيماني الاصح ان هو يلعب ازاي؟ يعتمد على الجانب الدفاعي مع الكاونتر اتاكس او الهجمات المرتده، ولا يكون جيم مفتوح وينزل يهاجم من اول دقيقه في المباراه؟ كما تعرفين احنا عارفين كويس قوي الكره ماشيه ازاي في افريقيا، وبالتالي انا ما ينفعش اشرح لبيتسو لان هو كسب مسابقات دوليه اكتر مني، يعني هو انا عن نفسي وصلت للسيمي فاينل مره واحده، ومرتين وصلت للكوارتر فاينل، ولكن سيمبا زيه زي معظم الفرق في افريقيا، ولكن بالاخص سيمبا سوف تستخدم كل الطرق المتاحه او حتى يهز القاعده التي يقف عليها الاهلي. ممكن يكون ده على ارض الملعب، بره ارض الملعب، في غرف تغيير الملابس، هيستخدموا كل الاساليب اللي عندهم. ده اللي اقوله لك.
بشكرك جدا لوك إيميل، مدرب فريق يونج أفريكانز التنزاني وطلائع الجيش السابق، بشكرك جدا.